اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهانية. تاخرنا عليكم دقائق قليله بس اكيد دائما بنكون على الموعد ودائما رح بنكون معاكم بشكل يومي على الساعه 4:30. قولوا يا الله. بالفعل. شو اخبارك؟ منيحه الحمد لله. كيفك انت؟ امورك تمام الحمد لله. يعني رايقه مع التاخير العشر دقائق بس يعني ها ان شاء الله اليوم بس تشوفوا الوصفات رح تنسوا هذا التاخير. هلا اليوم الوصفات انا متاكده انها رح تكون كتير غريبه كتير بتجنن. احنا مبدئيا ببدايه الحلقه قبل ما نبلش بثلاث دقائق بلشت هانية تقلي السمبوسك وما بدي اخبركم ايش صار. اسالوا اللي بالاستوديو هلا صار الكل انه هينا عم نشمشم بالسروايه بتشهي. لا عملت لكم اليوم سمبوسك كتير كتير زاكي طريقه جديده يعني عملتها وكمان عاملين الفريكه بالكريمه وبالاجبان بالفخاره لانه الكل بضل يسالني كيف تعمليها دائما تليفونات ناس بتسالني فاليوم مشان هيك قلت خلاص خليني اعملها. وكمان رح نعمل تارت بس مش تارت عاديه تارت فلافل ورح تنحشى جوا حمص وبابا غنوج واشياء زاكي كتير يعني اليوم البيروتي سوف يتألق معك فعلا. لا وإن شاء الله بضل وقت معانا كمان عملت لكم عصير بطيخ حلو. طيب معناته رح نبلش معكم مباشرة على الهواء. بدي منكم تدخلوا هلأ فورا على صفحتنا على الفيسبوك بدي تكتفوا من المشاركة بالشير وبالكومنت وباللايك وما تنسوا رح يكون في معانا سؤال للحلقة. السؤال بالبيروتي بيختص اليوم بدي أحكي عن بروستد البيروتي اللي رح تستخدمه هانية بالأيام القادمة. هل بيحتاج تحطوا معاه بيض أو لا؟ لا أو انتوا حرين الجواب بنعم أم لا. وبدي منكم تفوتوا كمان على صفحتهم على الفيسبوك بدي منكم اليوم هيك تكبسوا عمان تي في بيروتي بيروتي عمان تي في وتجاوبوا على سؤال الحلقة لأنه رح يكون في معنا باكيج مثل ما تعودتوا من منتجات البيروتي بقيمة 50 دينار بالإضافة يعني رح يكون معنا اليوم كمان جائزة المقدمين من عند عياد للسيراميك. رح يكون في معنا خفاقة تيربو هلا رح نسأل عنها هانية أكتر وخلاط متعدد الاستعمالات أنا عم بقول يا ربي هي خلص اللهم اني صائمه بلشي بالوصفه ايش حابه تعملي اول شيء اطلع يلا نبدا بالكريمه نبدا بالفريكه بالكريمه حبيتونا واحنا مش مركزين يلا يلا رح تحتاجوا لفخاره الفريكه بالكريمه والاجبان معلقتين كبار سمنه من البلقاء بطعم الزبده بصله واثنين كوب فريكه ناعمه من البيروتي فطر طازه وملح ساسي فلفل اسود وجوزة الطيب من البيروتي ظرف مرق فوري من زغلول اثنين كوب من المي وكوب كريمه طبخ وثلاث ارباع كوب جبنه موزاريلا مبشوره وجبنه البارميجان. طبعا هانيا اليوم الفريكه بدي اشوف ليش انت ممكن تستخدم الناعمه او الخشنه بدك تحكي لنا عن التفاصيل اكثر. هذه هي اسرار هاي اسرار الطبخ بالضبط. بس انا قبل ما ابدا احكي عليهم عشان نكسب شويه وقت رح احط من سمنه البلقاء بطعم الزبده رح احط منها بالطنجره عندي عشان تبدا تدوب. هلا ليش استعملت السمنه لانه السمنه كتير زاكي مع الفريكه يعني كتير كتير بالبقوا مع بعض فرح نحط سمنه منيح كميه منيحه واخترت اليوم اللي بطعمه الزبده لانه طعمة الزبدة برضو بتلبق مع فكرة انه في كريمة وفي اجبان وفي بارميجان فبتلبق معاهم. هلا هي باي ذا واي او يعني على شكل خاص عم بقرأ هون مكتوب سبن نباتي راقي ومضمون وصحي 100% بالاضافة للسعر المناسب. احنا بنعرف الظروف اللي بنمر فيها فبنحتاج دائما يكون عندنا كل اشي ولكن فعليا باسعار مناسبة ومتناول الجميع واذا بتجيبوا هذا الحجم تقدروا تستفيدوا منه حتى لبعد رمضان بتخيل مظبوط لأنها هي كمية كبيرة. هلأ حطيت السمنة رح أنزل عليها البصل كمية منيحة من البصل أوكي دقيقة رح أغطيها شوي بس هيك تتدبل لبين ما بهذا الوقت أحكي لكم على الفريكة. هلأ الفريكة في نوعين في نوع بكون عندكم مكتوب عليه ناعمة هي من البيروتي وفي عندكم النوع اللي بتكون خشنة. هلأ الخشنة عادة بنستعملها يعني هي بقصدوا فيها نوع الطحنة تبعتها. الخشنة بتستعمل لما بنحط عليها الفريكة العادية اللي بنعملها بنحط على وجهها الجاج بنحط عليها على وجهها موزات اللحم اللي هاي الأكلات الرئيسية هاي تستعمل للشوربة وأنا بستعملها كمان للفريكة بالكريمة يعني حسها أنها بتلبق أكتر فهي هيها حتى بتقدروا تشوفوها من هون قديش هي ناعمة. طيب هانيا وصلنا سؤال هلأ من إيمان أوكي. إيمان عم بتقولك شو الفرق بين الفريكة وبين الجريش؟ الجريش القمح هي على هوا وقت قطفتهم إيمان يعني على هوا إمتى بيقطفوهم من القمح هم الاثنين بس على هوا إمتى بتكون وقت القطفة تبعتهم. تمام. هلأ أنا هون عمالي بدبل البصل اللي عندي. هلأ هاي الفريكة اللي عندي طلعوا ما أحلاها وما أحلى لونها فهيها أنا غسلتها هاي الناعمة على فكرة
غسلتها ورح انزلها على البصل. على فكرة أنا لازم أضيف هيك ملاحظة كتير سريعة على فريكة البيروتي اللي بدي منكم تكتفوا المشاركة اليوم قد ما بتقدروا على صفحة عمان تي في أوفيشال بالفيسبوك وتجاوبوا على سؤال الحلقة من المقدم من بيروتي لتقدروا تاخذوا من ضمن الباكيج هالفريكة. هي جاهزة للطبخ مباشرة، مباشرة جاهزة للطبخ، هيها مكتوبة هون ready to cook أو هون كمان بالعربي جاهزة للطبخ، ما في ولا أي مشكلة معاكم ممكن تواجهوها، مجرد أنكم تغسلوها وعلى طول بتصفوا المي منها وهي فعليا زي ما أنتم شايفين جاهزة تطبخوها منقية نظيفة وبتعقد. أنا جربت النعمة على فكرة في بيتي. لأنها عملت بدي أحكي لكم على تمارا باليومين حكت معي قال هاني أنا اليوم بدي أعمل شربة فريكة فريكة الناعمة، بعدين رجعت بعدت لي بالليل قالت لي كتير طلعت زاكية قالت لي لازم نعملها شي يوم بالتلفزيون. على فكرة ما أخذت معي ولا إشي يعني أبدا وقت. الاستوى كان سريع بشكل كتير كبير مزبوط، وخاصة لأنها ناعمة تمارا ما بتاخذ وقت عادة الناعمة. هلأ أنا قلبتها شوي، رح أحط عليها ملح سوري رح أحط عليها فلفل أسود من البيروتي، رح أجل شوي الملح ساسي لبين ما هيك تتقلب مزبوط، بعدين رح أنزل عليها الفطر المقطع. أنا بفضل بهاي الأكلة نستعمل الفطر تازة، بس إذا مش موجود عندكم عادي بتقدروا تستعملوا المعلبات، لأنه مش دائما الواحد بكون عامل حسابه خاصة هلأ مع اللوك داون يكون شاري كل أغراضه، فممكن تستعملوا الفطر المعلب. إحنا اليوم صحيح عندهم هم كمان البيروتي عندهم فطر معلب، فكل الخيارات واردة. على فكرة بيجي قطع وبيجي بنفس الوقت كمان شرايح أو بيجي زي ما هي الحبة بحبتها. وبدي أخبركم وأغششكم إنه الشيف هانيا يوميا قبل الحلقة وين بتروح يا هانيا؟ احكي على مايلز. الله وكيلكم، بتروح وبتنزل الستوري ومنبلش هون نعطش ونجوع ونجوع ونعطش وشمشي مباشر هون بقولوا لي يلا إيش جبتي لنا معاكي هانيا؟ أنا اليوم جبت لك ستيكس. أنا لا صراحة بوصيها أحكي الحقيقة ما رح أضحك على الكل. احكي. كل يوم بوصيها على كرواسان ما بقدر يعني عندي بالبيت بحبوه كتير وبيجي فريش من البيكري اللي عندهم، واليوم كمان جايبتينا بطيخة قلتينا وجايبة بطيخة من عند مايلز. ما أنا كنت موصيتهم على الأغراض رجعت بس دخلت رحت عند قسم الخضرة والفواكه والهيك طلعت على البطيخ بشهي، وبتقدري ما تاخدي بطيخة كاملة يعني مقطعة أخذت قطعة قد ما بدنا. مرقتنا عند البيكري هدول الموالح أنا كتير بحبهم بعد الفطور هيك بحسوا إشي هيك مالح بيعقد النفس فبصير واحد. وبتذكر تمارا بالكرواسون للكرواسون تبعهم والمافنز لازم احكي قد ايه المافنز زاكيين اللي عندهم. طب هلا هيك تقلبت منيح زي ما انتم شايفين انا حطيت كميه سمنه منيحه فيها. أوكي. هلا رح احط لها شويه ملح من ساسي بس ما رح اكتر. ليه يا تمارا؟ عشان بدك تستخدم المرقه الدجاج الفوريه من من زغلول، فانا رح اخذ من زغلول. رح طبعا بدي اخبرهم ما هانيا زغلول هو نفسه الطير الذهبي اللي دائما بتربحوا من عندنا جوائز قيمه من عندهم، ورح تستمر جوائزنا بالايام اللي جايه كثير، واللي ما بربح اليوم بربح بكره ولا بعده ولا بعده. طبعا احنا ما بدنا نحكي بس عن زغلول مرق الدجاج، بدنا نستخدم كمان المكعبات اللي هي موجوده عندنا على الشلفز مباشره، بالاضافه لجميت كوب، بالاضافه لدوبي اللي هي الخميره سريعه شو بتقولوا لها خميره سريعه الانتفاش انستنتيس اسمها اللي هي خميره سريعه. اوكي خميره سريعه مزبوط صح. طيب هلا رح نحطها هيك نقلبها وبعدين رح ازيد عليها طبعا المي، المي رح اضيفها شوي شوي عليها طبعا سخنه ولا فاتره؟ سخنه لا سخنه لانها الفريكه كمان عندي سخنه، فهيها رح نحطها هيك. هلا رح احط كميه بسيطه ما رح احط كثير، رح اقلبها وبعدين رح ارد اشوف اذا لساتها كانت ماسكه كثير بزيد كميه المي، بس ما رح احط كل الكميه دفعه واحده لانه لسه في كريمه عندكم، فلسه في كريمه وفي اشياء ثانيه بهذا الوقت. انا بحب انزل عليها الفطر. هلا في ناس رح يقولوا لي ليه ما بتقلبي الفطر قبل معاها تمارا؟ لانه في ناس بتقلبه، انا بحسه هيك بضل محافظ على حاله اكثر لانها لسه بده ينحط لها الكريمه بدها تدخل على الفرن، فبحب تضلها الفطر يعني جوسي تضلها ما تنشف كثير يعني. أوكي. كل طريقه بتزبط كمان هذيك الطريقه بتزبط. هلا رح احطهم هيك مع بعض هيهم ورح نتركهم يتهدوا على راحتهم. حلو، وبهذا الوقت رح نطلع على الوصفة الثانية اللي هي السمبوسك. طيب قبل ما نطلع على الفصل على الوصفة الثانية انا بدي ارجع اذكر قطيش انا اليوم مش ضابطة معي الحروف نسيت الحروف اليوم اليوم بدي ارجع اذكركم هلا بدي منكم تكثفوا المشاركه. انا شايف المشاركه حلوه بس بدي اكثر على صفحه عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، بدي منكم كمان تجاوبوا على سؤال الحلقه. بروستد الدجاج اللي رح نستخدمه من البيروتي بيحتاج تحطوا له بيض او ما في داعي؟ اظن ما في داعي اني اغشش.
اي حدا. لا لا. طيب كتبوا المشاركه بالشير بالكومنت وباللايك عشان نطلع هلا مباشره بالوصفه الثانيه يا هانيه اللي هي السمبوسك. يلا سمبوسك المسخن رح تحتاجوا لعجينة السمبوسك، جاجة كاملة مسلوقة من مايلز، بصلتين وزيت زيتون، ملح من ساسي، سماء من البيروتي، فلفل أسود من البيروتي، وبهارات دجاج من بيروتي، نص كوب مرق دجاج من زغلول، وصنوبر أو لوز مقليين. يلا على بال ما كانت فردت لنا كل أغراض هالشيف هانيا، بدي منكم تكتبوا المشاركة زي ما خبرتكم، يعني إحنا معانا لسه شوية وقت للشير والكومنت واللايك، بدي الحلقة توصل لعدد كتير كبير من يلي بتابعونا من داخل الأردن ومن برا الأردن. كيف بالله عم تفردي علي هانيا؟ قاعدة أغراضك عم تفرش. مش قادرة تمارا، مو قادرة أفرق أغراضي كتار. بعدين كيف السيت اب اللي عملنا لكم اياه اليوم انا وتمارا؟ بجنن عن جد انه حلو، وانا كمان اليوم مطقمه يعني مع ديكوريشن 1 ملاحظه كيف بس مطقمة. الاصفر مع الاصفر دائما هي انيقه تمارا. طيب هي رح احط اغراضي هون بس دقيقه. هلا بس اطول على الفريكه لسه، هيها شايفه بدأت تتبقبق. هلا هي عندي البصل طبعا. هلا السمبوسك المسخن من وين اجت الفكره؟ اجت الفكره كنا عم نحكي هذيك المره انا وميرا، على فكره بدي اسلم عليك يا ميرا، فبتقول لي انا كثير بحب السمبوسك. صرت ما قال عندك كثير بحب السمبوسك وكثير بيقدر الواحد يتفنن فيه، فقاعدين عمالنا بنحكي كلمه على كلمه، بتقول لي تخيلي لو انه في كمان مسخن. قلت لها والله صراحه مسخن زاكي حلو، فانا ما صدقت رجعت وجربتها، طلعت بتشهي عن جد بتشهي. طب هلا بس بدي افهم شغله، يعني ممكن مثلا حشوه السمبوسك لما بتختلف كميه الحشوه جوا السمبوسك العجينه تفرق مثلا؟ لانه ساعات بنيجي بنطلب بنلاقيها فرطت معنا بالمقلى. مزبوط صح، ما هي بيعتمد كمان على نوع العجينه اللي انت مستعملتيها. يلا فرجينا سرك. هي سر العجينه، واعتبري سرك طيب. يا هانيه في بير، في بير ما رح يطلع لحدا اكيد ولا حدا، بس هيك حوالينا شويه ناس عم بسمعونا وبتابعونا. صح. طيب دقيقه بس عشان احط هاي المقلاي. اوكي احنا لانه هلا شوفي هون عم بيقولوا لك يعني من وين طلعت الفكره، يعني هنا جاوبنا على السؤال من ميرا. ميرا بدنا نوجه لك تحيه كثير كبيره، انت بس هيك ميرا تشهوني وهي بتطبق. واحكي لنا على السريع، انا بس حدا يحكي لي فكره على الاكل راسا بحب ارجع اعملها تمارا. هي هم عم بيقول لك فكره كثير حلوه فاتن، كمان سهير عم بتقول روعه الفكره. بتعرفي بطلنا نوصل لمرحله زي ايام زمان تقليديه بحته في الاكل، بلشنا شوي يطلع نتقبل الافكار الجديده. مزبوط صح، يعني الواحد بده يغير ايام كمان، بعدين برمضان ولي احنا لساتنا اليوم يعني بالعشر الاوائل من رمضان، بس لقدام الواحد بصير يزهق. او مثلا ممكن يكون عندكم انتم عاملين مسخن على الفطور وتاني يوم زايد عندكم جاج وما جاج والبصل وبدكم تعملوا فيهم اشي وما بدكم تسخنوهم، بنحشوا بالسمبوسك، فهي حلو. فكره ذكيه. هلا انا هون رح احط عندي زيت زيتون. زيت زيتون. لازم زيت زيتون عشان المسخن الصراحه بده زيت زيتون. اوكي هاي رح احط هون زيت زيتون ورح اقلي بقلبه البصل. حلو البصله ما في اشي ناير، رح تنحشها رح تنحشها جاهزه. مزبوط صح، هاي رح احطها هيك حتى نقليهم مع بعض. طبعا انتم بدكم تعملوا كميه كثير اكبر من هاي الكميه، انا اللي عملتهم عشان احشي 30 وحده تقريبا، حطيت لي بصلتين كبار وحطيت دجاجه كامله مسحبه وهيك يعني سلقتها اول شيء، سلقتها اكيد وبعدين قطعتها وصارت عندي بهذا الشكل. حلو. هلا البصل لازم يشرب من زيت الزيتون لانه هي اصول المسخن طبعا انه لازم ياخذ من زيت الزيتون منيح، وبعدين رح ابدا انزل عليه الدجاج. طيب شو اخبارك انت والمسخن بتحبيه؟ انا كثير بحبه للصراحه، وكان هلا كمان في متابعين عم ببعثوا لي انه تمارا قولي للشيف هذا بنعمله فته المسخن. فته مسخن صح، حلو يعني بلش اكلنا العربي شوي يتنوع بين اللبن وبين السمبوسك والعجينه وبين انه الاشياء التقليديه والعاديه. برافو هاني انا صراحة. بحبها فته المسخن كثير، وعملتها اظن معاكم على عمان تي في او عندي على السوشيال ميديا مش عارفه. هلا على سيره عمان تي في، واذا اشياء في الماضي عملناها اكيد بتقدروا تعملوا سبسكرايب للقناه الخاصه في عمان تي في على اليوتيوب، بتقدروا تكتبوا الوصف واللي بدكم اياه بتقدروا تحضروه بشكل مباشر ومريح. طبعا مزبوط على عمان تي في اوفيشال. هانيا بقول لك بتحطي طيب. على الجاج بهارات ممكن دجاج ولا بس حتقضيها سماء وهي القطعه؟ لا رح احط عليها بهارات. يلا. سؤال ذكي جدا. هلا هي الدجاجه، انا عندي الدجاجه سلقتها بالطريقه العاديه، هلا انا شخصيا بحبها اسلقها مع عظمها،
بس اذا في ناس بدهم يقللوا نسبه الدهون باكلهم وهيك تقدروا تجيبوا صدورها مسحبين. انا لا استعملتها مع عظمها، سلقتها بالطريقه العاديه، حطيت عليها ورق غار، حطيت عليها حب هيل، شويه عصفر، لهيك اعطت هيك طعم زاكي. بعدين خلصت، بس خلصت منها طلتها نسلتها بهاي الطريقه، والمرقه تبعتها بعمل عليها شوربه. حلو التخطيط يعني. هلا ايش البهارات اللي بتنحط عليها؟ بينحط عليها اكيد بهارات الدجاج، انا رح احط عليها اليوم من بيروتي. اوكي لانها حلو انها تاخذ طعمه هيك قويه. يلا بس هيدي افتحها على الفتحه الكبيره. اوكي حلو هيها، ورح نحط عليها سماق، وسماق البيروتي كمان لونه. عادي افتح لك اياه. قولي عندي عاطله. لا والله مين ما عاش يحكي عنك عاطله. تمارا تمارا دائما تساعد دائما. انا بحب اريحك يعني، واخليك ترشي على والله مش غلط اوسع على البحبحه. هيك هيها هيك رح نحطها. حلو ورح ارجع ارش عليهم رشه ملح. انا كنت حاطه طبعا مع سلقهم، بس رح ارجع احط رشه صغيره كمان. هلا ملح ساسي زي ما انتم متعودين، في عنا الملح العادي النقي 100%، حبيباته هيك خفيفه وناعمه، وزي ما انتم عارفين كمان في عنا ملح ساسي اللي هو البحري، بتقدروا تستخدموه يلي بناسبكم، وبتلاقوهم بكل مكان بالسوبر ماركت، البقالات، المؤسسه الاستهلاكيه، وين ما بتروحوا بتلاقوه. قولوا وين ملح هانيا وتمارا اللي بيستخدموه بتلاقوه هانيا. وعلى رأي كمان تمارا، وهذا كثير حلو، انا هذا كثير كثير بحبه. حتى بحب الصراحه قديش هو يعني شكل العبوه لذيذه طويله. بالضبط. سوري ماجد برضو عملت فيك هاي العملة؟ أنا بعمل فيهم هاي العملة، بكونوا عم بصوروا إشي وأنا بسحبه. طيب يلا هاي حطيناهم هيك، هلأ رح نقلبهم مع بعض. أنا شايفة بدها كمان سماق، شو رأيك تمارا؟ يلا تفضلي. حاتي بالله لو سمحتي، يعني زيادة الخير خيرين. خيرين ومعانا بهارات زاكين فعادي منحطهم عليهم. ها طبعا أنا اليوم ما رح أنسى ولا حدا موجود معانا بالاستوديو، يعني كمان بدي أشوف هانيا في ختام حلقتها لليوم شو أنا هيك حاسستهم وصفة. حسستهم صاروا ممتازين هيك. دقيقة هاي هاي هانيا عم بسألوكي بنقدر نحطها بالفرن؟ بتخيل لا. بتقدروا تحطوها بالاير فراير اذا بدكم، اذا عندكم الاير فراير بتقدروا، او بتقدروا تحطوها بالفرن، تحطوا عليها زيت، تدهنوها منيح منيح بالزيت وتحطوها بالفرن على اللي بتكون من فوق وتحت ومروحه، تشتغل عندكم زي الاير فراير. طبعا الزيت بده يكون ايش؟ بده يكون زيت جولدن كورن اكيد. يعني هون بتكونوا ابدعتوا، والنكهه بتكون بتجنن، بيكون صافي نقي مليان بالفيتامينات اللي كل جسم بيحتاجها، خصوصا الصغار وكمان الكبار. فما تنسوا انكم كمان بتقدروا تلاقوه في اي مكان ممكن تروحوا عليه، برضو قولوا بدنا جولدن كورن اللي بتستخدمه الشيف هانيا. خلص طيب انا عبال ما كنا هيك استوينا بامورنا بجاجاتنا خليناهم ياخذوا راحتهم. بدي ارجع اذكر هانيا كل اللي بتابعنا، بدي منكم شير كومنت لايك على صفحه عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك، كتفوا المشاركه لتزيد فرص ربحكم في ختام الحلقه اليوم من عياد. رح يكون في معانا جائزتين، في عنا التيربو الخلاط، وكمان في عنا خلاط متعدد الاستعمالات. صراحه التنين بيلزموا لست البيت، ومش بس هم ومنتجات البيروتي بقيمة 50 دينار. رح نطلع بالفاصل، بعد الفاصل بنرجع بصحتين وهانيا. يلا رجعنا لكم من جديد. طبعا لكل يلي انضموا لنا هلا، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صحتين وهانيا. اليوم عم نعمل وصفات مميزة غريبة سريعة بنفس الوقت شرقية رمضانية، بس بنكهة مختلفة طبعا بطريقة الشيف هانيا. بدي ارجع اذكركم بشكل سريع قبل ما نبلش بالوصفة من جديد، بدي تفوتوا على صفحة عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، تكتفوا من المشاركة بالشير وبالكومنت وباللايك لحتى تقدروا تفوزوا في نهاية الحلقة. عنا اليوم أجهزة كهربائية مقدمة من عياد، بالإضافة لباكيج مقدم من عند منتجات البيروتي بقيمة 50 دينار. وما تنسوا بأنكم لازم تجاوبوا على سؤال الحلقة من البيروتي يلي هو بروستد بيروتي بيحتاج بس تستخدموه للبيض أو لا، بس اكتبوا نعم أو لا لحتى تقدروا تفوزوا على صفحتنا وعلى صفحة البيروتي. هانيا خطر لي السؤال باني بلشت اجوع واعطش وكل شيء ممكن يخطر على بالك، ممكن بالكريمه وبالجبنه اللي انت اليوم عم بتشهوينا فيها نستخدمها مع ارز المستشار؟ ممكن طبعا. قولي لنا ممكن نعمل شيء زي الرز المعمر، نعمل شيء زي الريزوتو، ممكن كثير كثير نطلع افكار يعني فيها اكيد. دائما كريمه جبنه شيء معاهم زي فريكه زي رز بيطلع شيء كثير كثير زاكي. لا ورز المستشار يعني نخب اول ومش أكيد. مسحه وبنفس الوقت يعني زياده الخير خيرين معه، بتعملوا بكاسه بيطلع لكم 3-4 كاسات. مزبوط صح. فانا بنصحكم فيه طبعا 100%، بتقدروا تستفيدوا منه وسعره في متناول الجميع.
يلا. طيب هلا نرجع لوصفتنا. هلا انا بديت معاكم اول شيء بوصفه الكريمه الفريكه بالكريمه. فاحنا هون حطينا اول شيء قلبنا البصله، بعدين حطيت عليها الفطر، بعدين حطيت عليهم الفريكه الناعمه، قلبتهم مع بعض، حطيت ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب كمان حطينا، كلهم من البيروتي، وبعدين ومي ومرق الدجاج، تركتهم لحد ما هيك استووا مع بعض. بالاخر رح اضيف عليهم الكريمه هيها كميه منيحه زي المكتوبة عندكم بالمقادير. هيها بتقدروا، هو الطريقة الأصح إنكم تحركوها شوي بالشوكة يعني حتى ما تخبص بزيادة بالشوكة أحسن. هلأ هي مفروض إنها تكون شوي يعني هيك شوي فيها تخبيص، لأنها هي بتكون مش زي يعني هي أقرب للشوربة، أقرب لهاي، مش إنه زي الفريكة اللي بناكلها مع الدجاج. فهلأ حطيتها هيك، رح أنزل عليها أكيد الأجبان. إيش ما عندكم أجبان بتحطوا معها بطلع زاكي، يعني حبيتوا تحطوا عليها موتزاريلا، حبيتوا تحطوا عليها بارميجان برضه بتطلع زاكي. انتوا روحوا عند مايز وقعدوا تشهونوا بس. بس على سيرة هانية، بما أنه أنا كثير ذكية مثل العادة، أكيد ما شاء الله. هانية عم بتقول يعني زي الشوربة، فأنا اليوم استشفيت بذكائي انه هانيا ما رح تلحق تعمل لنا شوربه، فانا بدي انصحكم بالطير الذهبي، وبدي تلجؤوا له باقل من 3 دقائق بتقدروا تعملوا. عدوا على اصابعكم، شوربه فطر وشوربه دجاج وشوربه خضار بتعقد. 3 دقائق عملنا لكم اياها هذيك المره تضل. على الهواء، شوف على طول ما صدقت، ما صدقت، بدي اورجيكي. شوفي ما احلاها. هلا هي فعليا يعني هون أكثر من نكهة، كلهم سريعين بجننوا، أسعارهم بتعقد، فما إلكم غير إنكم تجيبوا منها. وهيك يا ماجد بتصير شوربتنا جاهزة. هلأ طلعنا إحنا شوربة الخضار، أنا عملت الشعرية على فكرة، والخضار مبارح الخضار زاكي، الخضار أنا حبيتها لأنها بتشوفي قطع الخضار اللي فيها تمام. وفي الشعرية وفي الفريكة، فعادي يعني هانيا أنت إذا ما بتلحقي تعملنا شوربة حبيبتي، إحنا صفرتنا ما بتنقطع من الشوربات مع الطير الذهبي. منيح، ما هي يعني هي بتفش القلب هاي الشوربات للي بيكون مستعجل بده بسرعة، وسعرها منطقي كمان فبتفش القلب. يومي يلا هي هون الفريكة، يا الله شو شكلها. طب هانيا تعالي اعملي شيء ثاني، أنا بس بسكب لك. خلص ها ليه يا دانا؟ شو عملكم والله الدنيا رمضان، والله شو احكي انا، انا عم بشمهم لسه. عفوا، وانا ايش وقت خيال مثلا انا وثلاث مصورين وانت عمالك بتشميهم. هاي رح احطهم هيك، يا الله شو بتشهي. هلا شوفي شو بدي احذر، الكريمه بترجع بتحطيها على الوجه. نعم صحيح. قديش درجة الحرارة على الفرن يا هانيا؟ قديه انت بدك؟ 180 درجة. صح مزبوط. صراحة ما رح حافظ الدرس منيح. 180 قد بتاخذ وقت هانيا؟ يعني بدها تقريبا شي 10 دقائق هيك شيء مش اكثر. طيب شو في هالسؤال اللي بدي اسالك اياه؟ قولي لي. ما عندنا فخارات بالبيت. ايش بعمل يعني، بايش ممكن احطها؟ ببايركس؟ باي طنجرة عندك تدخل على الفرن، يكون ايديها بتحملوا الفرن عادي. طب بايركس؟ وبايركس بصير بالضبط. بصير بس هي الفخارة الحلو فيها انها بتحتفظ بالسوائل اللي بقلبها. فهيها هيك رح انظفها، انظف الاطراف كلها، ولا الاشياء تكون متوسخه وتدخل على الفرن وتصير تطلع لك بالاخر اشياء كلكيه على برا. صح هلا هذا اللي احنا دائما بنحكي لكم اياه هانيا، بهمها التفاصيل والديتيلز يعني كثير. كثير متكتكه. لا بحب الاشي يكون نظيف الصراحه، بحب طيب يكون. طيب هانيا انتوا عم تحكوا، رح ارجع احط عليهم شويه كريمه وندخلهم على الفرن وارجع اكمل معكم السمبوسك. طيب انا بدي اوجه تحيه لمجموعه كثير كبيره من الاشخاص اللي عم بتابعونا من بدايه الحلقه. بدي اقول لمحمد شلبي اهلا وسهلا فيك وشكرا لك، رمضان كريم. فاديه كمان بتقول مثل الورد والفل والياسمين مبدعين، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا فاديه. فايزه كمان بتقول بتجننوا عن جد، يعطيكم الف عافيه، كل الوصفات عم بتكون بهالبرنامج مميزه وغريبه وسريعه، رغم انها كل الاشياء والمكونات موجوده بالبيت وبنعرفها. صح مزبوط، وهذا صراحه احنا هذا كان الهدف منه هذا البرنامج، انه تكون اشياء سهله وتدخل على المطبخ خلص تقولوا هيها بتنعمل بسرعه ما بدها وقت، يعني زي هلا الفريكه ما اخذت وقت بالمره. طيب هاي رح ارجع احط على وجهها كمان شويه جبنه وادخلها على الفرن وارجع معكم اكمل معكم السمبوسك. يلا افتح لك الفرن. دقيقه بس. افتحي والله تمارا، في اشي جوا الفرن؟ في الدجاج اللي رح احطه على وجهها، هذه اشي خيار. هلا هيك انا متحمسه على اللي بتقولي لي بدك تعمليه، الفلافل. الفلافل هلا منصوب هذيك الوصفه كثير سريعه، مشان هيك احنا تاركينها للاخر. يلا هيك قد ايه بيقعدوا وقت؟ هدول بدهم تقريبا 10 دقائق. مش شوي رح نقيمهم. خلص يلا
طبعا بتعرف انهم توزعوا اوريدي هلا خلاص توزعوا راحوا الحصص راحوا الحصص طيب. يلا هلا نعمل السمبوسك هلا السمبوسك نرجع احنا كنا عماله بنعمل وصفه السمبو الحشوه مسخن بس عاملينه بحشوه السمبوسك سوري السمبوسك بحشوه المسخن هلا رح ناخذ في عندي مي معاها نشا هلا لما طول ما انتم بتشتغلوا بعجينه السمبوسك اي نوع عجينه عمالكم تستعملوها لازم تكونوا مغطينها عشان اذا ما غطيتوها بتبدا هيك تنشف عندكم شوي يعني شوفوا انا هلا لاني تاخرت عليها وانا بعمل الفريكه بالكريمه بتبدا هيك فانتوا انا بشتغل فيها عاده اوكي بكون حاطه عليها دائما يعني هيك بشكير او شيء حتى تضلها طريه هانية. اذا اخذت استكاتك لهون لعندي استكات الزاكيين والله دولا بموت عليهم انا عشان هم عجبني يلا فهي حطيناهم حطيت عليهم مي ونشا حتى اطريها شوي للحشوه اللي عندي هلا حشوتي الزاكية هيها انا حطيت عليها كمان لوز قليته كثير بعطي طعم زاكية تمام يعني يا بنحط صنوبر بس الصنوبر هلا صاير غالي شوي سعره هانيا في سؤال عن الفخاره بتقول لك هون طبعا بنقدر نحط الفخارات الصغيره بالفرن العربي ممكن طبعاً ممكن نيحة بس ده يكون تحتهم طبعاً صينية أو إشي يعني ما بدهم يجوا دايركتلي على ما رح يجوا مباشرة على الإشي السخن ده يكون في بيناتهم إشي طيب هيها رح أسكرها بهاي الطريقة هيك لفتيها استني بدي أعمل واحدة تانية عشان هاي دقيقة أوكي هيك وهيك ولما بدي أسكرها رح أرجع أحط كمان مرة عليها من النشا والمي لأنه بشتغل عندي زي مادة لاصقة كفاف بتقول لك شهيتينا ويعطيك ألف عافية ومتألقة مثل العادة شو كمان بدي أقول لك وبتجنني وبدأم زي القمر حبيبتي حبيبة قلبي يلا هاي هلأ هيك بدي أبدأ أعمل كمان واحدة أعملكم كمان واحدة بدي أشوف بدي أحط لك إياها هون عشان بدنا نرجع نقلي الباقيين كمان أوكي هيك. شوف كيف تمسكها بإيدها أنا بحب هيك أعملها زي هيك زي البوري يعني هيك إيش بقولها بمصر أرطوس زي الأرطوس هيها هيك وبعدين نرجع منسكرها هيك واضحة أوكي يا سلام وهيك وهيك وبرضو رح نسكرها بالمي والنشا هلأ أنا محضرة طبعاً مجموعة منهم شوفوا قديش بسيطة عن جد وعن جد إذا عاملين مسخن وعندكم كمية زيادة تحطوهم ما أحلاهم طب هانيا سؤال طيب. سريع بالنسبة للزيت لازم يكون حامي؟ الزيت لازم يكون حامي وكتير كتير مهم إنكم بدكم تقلوا بزيت درة اللي هو زي زيت كورن جولدن كورن طيب يعني وحامي وبنقدر نغطيها؟ وحامي كتير هيا أشوف لك طب قليها على راحتك يلا بدي أطلع بالفاصل بشكل سريع قبل الفاصل توجهوا لصفحتنا على الفيسبوك عمان تي في أوفيشال كتبوا المشاركة شير كومنت لايك جاوبوا على سؤال حلقة من البيروتي لتربحوا من عياد أجهزة كهربائية وطبعا باكج مقدم من البيروتي بقيمة 50 دينار رجعنا لكم من جديد بصحتين وهانيا لكل يلي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم اليوم صحتين وهانيا في منه جوائز وفي منه كمان وصفات بتجنن لشهر رمضان المبارك الجوائز بنحصتي انا بدي منكم تكتبوا المشاركه على صفحه عمان تي في اوفيشال بالفيسبوك تجاوبوا على سؤال الحلقه من البيروتي زي ما خبرتكم هل بنحتاج بالبروستد نضيف بيض البروستد الجاهز من البيروتي نعم أم لا بدي منكم تجاوبونا على صفحة البيروتي وتعملهم كومنت وشير ولايك وما تنسوا على الفيديو اللي هلأ عم بتتابعونا فيه لايف مباشرة على الهواء تكثفوا المشاركة أجهزة كهربائية من عياد وبنفس الوقت رح يكون في معنا باكج مقدم من البيروتي بقيمة 50 دينار هانيا صرت مجهزة هون السمبوسك حطت تحتيه طحينية طحينية كمان من البيروتي حطيت طحينية يعني تخيلوا حالكم عم تعملوا فتة طحينية لبن عصير ليمون شوية ملح ونقطة فلفل أسود حطيتهم تحت عشان هيك بنغمسهم فيهم يعني هاي طريقة مبتكرة إذا بدكم تقدموهم ورشيتي رشة سماق ورشة الرمان طبعا هاي لعبتك الرمان والبقدونس لازم رمان أنا هاي هي طيب هلا بدنا نحكي على تارت الفلافل اللي بدنا نعملها انا لساتني عم بقلي السمبوسكات انا بقلي لك بس انا كثير يعني نشيطه لازم اعمل اشياء مع بعض خلص خلصنا هلا بدنا نحكي على الفلافل الفلافل بتقدروا تشتروها بهاي الطريقه العبوه هلا في بقلبها تنتين وفي بقلبها اذا حدا بده يقلي بالبيت الفلافل القالب تبعهم هي ما احلى من البيروتي كلياته جاهز مكمل مزبوط صح هلا انا رح اخذ من عندهم ظرف واحد الظرف هاد عادة تمارا بده بس تقريبا كوب مي اللي هو 220 ملي أوكي. بدنا نحطهم مع بعض ونحركهم
يعني هي شيء بسيط كتير. المي فاترة عادية كيف؟ المي فاترة. فاترة. هاي بس دقيقة نشوف وين. طيب هانيا كمان ما تنسي اللي بالفرن أظن جهزوه ولا لسه؟ شفيهم بالله. ها. أظن بدهم تحمير صح؟ طيب أوكي. شوية تحمير نحط عليهم هاي. بدك تحمريهم من فوق. تمام. كيف؟ فنانة. غيرت لك عن 180 ما شاء الله. غيرت لك عنها. هلا رح نحط هاي هالخلطة تبعت الفلافل. رح تنزل بهاي الطريقة لعندكم. بدي أخبركم شغلة عن هانيا. قبل الوصفة هانيا استني شوي. أنا مستعجلة على الآخر رامي. رامي طلع لي الوصفة أخ بس أخ يصبرني. تارت الفلافل والبابا غنوج رح تحتاج لكيس فلافل من البيروتي و220 ملي جرام من المي، زيت جولدن كورن، وكمان رح تحتاجوا لحمص من البيروتي وعلبة بابا غنوج من البيروتي، علبة متبل من البيروتي، وكمان بقدونس رمان ومخلل. هلا بدي احكي لكم شغله عن هاني. هاني طبعا ما شاء الله لعبتها الطبخ. هلا هي مش سائله بالجلي، مش سائله بولا شيء في المطبخ من تنظيف وتعقيم. ليش؟ متكلة علينا ومعتمدة على منتجات لميس. مزبوط. لميس اللي موجودة سائل الجلي بتقولك ما انتو بتجلو هلأ بلميس بوجوش كل الجليات. كمان هون بتقولك خلص بدك تغسلي تعقمي تمارا شو مالك، هاي لميس كله موجود عندك هون، وعن جد منتجات بتجنن. فهي بتوسخ لنا الجطات واحنا بنجلي جلياتنا بلميس. بتعبوا صراحة. طبعا ايش بدي احسن من هيك تمارا؟ شفتي دلال اشياء نظيفة وهيك طبعا. طيب هلا زي ما حكينا هون حطينا عنا خلطة الفلافل، رح نحط عليهم بالضبط كوب مي. واحد؟ كوب واحد. هيها الميجرينج كوب تبعنا. هيو هيها مي باردة، يعني هي مش انها بها انتو شايفينها انها هي سخنة، لا هي باردة. هيها لحد 220 ملي رح احطهم عليها. هي طريقتها. متذكرة وقت الحجر شو كل الناس صار تشتري الفلافل؟ كله صار يعمل فلافل، كله صار كل البيوت تحط تنزل صور الفلافل. طيب هلا بتحركيهم ثانية يدويا صح؟ يدويا ما بدهم اشي. هيها يعني ابسط من هيك وصفة ما في. بتقدروا تعملوها على السحور، بتقدروا تعملوها على الفطور، بتقدروا بكل الاوقات الصراحة، وعن جد زاكية. هيها هلا اول اشي رح تكون مرقة عندكم، بعدين بعد شوي رح ترجع تشد لانه الحمص رح يشرب كل المي الموجودة فيها. يعني هي زي العيار المكتوب عندكم بالضبط على العبوة تبعتها. فهيها رح نعملها هيك. احنا كنا عم نحكي هذيك المرة ايش بدنا نعمل بالفلافل برمضان صح، فهاي اليوم خطرت عبالي الصراحة الفكرة، قلت هاي زاكية وانا عملتها هذيك المرة وكيفوا عليها. طيب رح احطهم، يعني رح تستنوا عليهم شي 5 دقايق بس هيك تصير اقسى عندكم قوامها، وبعدين رح نحطها بالصينية. ورق زبدة. ورق زبدة. وبدها تكون الصينية اللي عندكم القاعدة تبعتها متحركة، يعني أنا هاي بتتحرك، موجودة بكل المحلات الأدوات المنزلية. طيب يعني. أنا بس بدي أرجع أخبر، بما أنه أنت اليوم يعني مثل مبارح هانيا إلها يومين عم تعطي الكريدت أو هيك القوة للصالون الأخضر، زي ما أنتوا شايفين يومياً عم بيكون في معانا يعني حلو زاكي، ما بعرف شو بدي احكي لكم عنه قد ما هو زاكي. بدي احكي اليوم عن الكيكه التركيه الموجوده معنا. هلا ماجد بياخذها هيك، بياخذ لها زوم ان. طبعا هاي مثل ما انتم عارفين مشهوره كثير، ولكن الصالون الاخضر بفروعه كلها كان هو الاول بيعملها في الاردن. بنفس الوقت هي موجوده بالحليب. هاني اكيد انت رح تحكي اكثر عنها أكيد. ولكن اللي بدي اخبركم اياه انه الصالون الاخضر بتميز فيها، فأي حدا جاء عباله ياخذ من الكيكة التركية بيقدر يتوجه للصالون الأخضر بأي فرع من فروعه، أو بيقدر يتواصل معهم من خلال الأونلاين ويطلبها فريش، طرية، هشة، لذيذة، بتيجي بنكهة رائعة جدا. احنا ذقناها لما سافرنا قال لما رحنا على الصالون الأخضر. صح أنا صراحة مزلوب. أخذت منها قطعتين على البيت، كانت رائعة هانيا، رائعة. يلا صح. وعلى فكرة هي الكيكة التركية مش أي حدا بقدر يعملها. لا مش أي حدا صح مزبوط. وهي زاكي أنا بحبها لأنها كلها حليب. هي أنا بعملها دائما فيها 3 أنواع حليب وهيك كتير بتكون زاكي. هي أصلا تريلتش لأنها 3 أنواع حليب. حلو أوكي. ناخد أسماء الرابحين ولا نحط؟ يلا بدي أخذ أسماء الرابحين. طيب يلا خدي أسماء أوكي. الرابحين طلعوا لنا أسماء الرابحين معنا لليوم. بدي اقول الف مبروك لايهاب المصري، ربح معنا خلاط متعدد الاستخدامات. كمان بدي اقول لريني حداد ربحت معنا خفاقه تيربو 700 واط من عياد للسيراميك الموجود في المقابلين. بدي اقول الف مبروك لرزان حسام يلي ربحت معنا باكج مقدم من منتجات البيروتي بقيمه 50 دينار.
هلا تمارا بدنا نعمل التارت، حطيناها زي ما حكينا، حطيت العجينه تبعتها. هلا اهم شيء عندكم انه بدكم تدهنوا القالب مزبوط بالزيت، وبعدين بدكم تحطوها، وممكن تعملوا بالشوكه فيها بعض الثقوب. هلا هي شكلها بالحقيقه كثير احلى من ما عم تطلع معاكم على الكاميرا. اوكي رح يتخوني مش مشكله، لا بس فرجينا كيف بدك تحطي كل شيء. هلا الفكره كيف بدنا نزينها. التزيين تبعها رح يكون عبارة، هلا بتلاقوا عند البيروتي في عندهم الحمص مثلا بالطحينة والثوم، بتلاقوا عندهم البابا غنوج. انا اتقصدت بابا غنوج، بابا غنوج رح احط لك اياها بالبابا غنوج مش عشان معقول. تمارا هاي رح نحط عليها البابا غنوج. اوكي هانيا بقبقت، تعالي انا بدي اعمل لك اياها. تعالي تعالي افردي هدول. حاضر، مش مأمنتني على بابا غنوجاتها. شوفي هلا كيف بدي اعمل لك اياهم اشي متكتك على الاخر، صراحه زاكي كتير. طبعا انا بس بحب اخبركم شغله، دانا زوقش المعد اللذيذه لها 3 ايام بتقول لي بدي اروح اجيب بابا غنوج. يعني صراحه شوفوا خلص هي هدانا. هلا شو بدك احط عليها كمان؟ صراحه ممتازه، بدنا نزينها هيك بشويه. بتحبي انت تاخذي بزين ايش بدك ازين؟ على الاطراف هدول اذا اعمل لك زي هلال. هلال، ما هو بدي اقول لك هلال. والله تمارا القلوب عند بعضيها. هو الصراحه انا وياكي عندنا ذوق كثير كثير متشابه بالاكل. اوكي انت هلا انت طلعتي الفريكه الفخارات. طيب هلا هانيا عم بتحطي هون المخلل، او اكشلي انا اللي عم بحط مخلل اللفت. مظبوط، يعني خلينا نعملهم على شكل هلال. عم بحاول اعملهم على شكل هلال بس مش مقطعين للمخللات زي ما انا بدي. هدول مخللاتي حبيبتي انا عملتهم. مش عارفه هيك شايفتي انت هلال؟ شايفته هلال. طب خلص هي ما احلاني. برافو ممتاز. استني هلا رح اورجيكي كيف رح اكمله. طب ايش بدك تحطي كمان عليه قبل ما نختم؟ عليه شويه بقدونس هيك كمان. والله يا تمارا انه بيطلع منك الصراحه صراحه كله زاكي عن جد، انه حلو. هاي افكارك منوعه، اشيائك بتعقد حبيبتي. كل حدا هلا بتابعنا يعني انا متاكده انه راح يقول يعطيهم العافيه. خلصتيها بالفعل. هيها هيك وخلص، هيك بنكون خلصنا. عصير البطيخ ان شاء الله بنعمله معاكم بركي بكره او بعده، بنشوف كيف بنرتب معاكم. تمام، نعملكم انواع عصائر. يلا يعطيكي الف عافيه شيف. الله يعافيك. انا هون صار لازم اختم ولازم اودع كل يلي بتابعونا، وبدي دائما اذكركم ما تغيروا القناه عن عمان تي في. استنونا بكره بصحتين وهاني على الساعه 4:30. ضلوا بخير، باي باي.